نعم. انا مطلوب مني منهج في الكليه بتاعتي، انا في كليه اصول الدين، نعم. مفيش عندي يدرسنا توحيد العقيده بتاعته معاذ الله، بس انا مطلوب من كلام، والكلام اللي يقوله لازم انا اكتبه، ما خلاص ينفعش. اكتب له كلام، بس مش هو الاختبار لبيان، ليس لبيان معتقدك، انما الاختبار لبيان قدرتك على التحصيل فقط، والا فكثير منهم الان اشرار، الله يكفينا شرهم، ان يختبرون الشخص الذي يوافق بدعتهم وضلالتهم يمشي معهم، والذي يخالف ضلالتهم، ولا بد لهذا من وقفة. يعني افترض الان في اتجاه يتقلد مذهب الأشاعرة مثلا، ويختبر الشخص في هذا المنهج، في هذا، يقول له ماذا تقول، أين الله؟ إن قال له الله في السماء يرسبه. طيب هذا لا بد من ردعه، لا بد من وضع قانون لردع مثل هذا. يعني يتحكمون في الناس بنشر ضلالاتهم وإلزام الناس بها. إما أن تقول في الامتحان أن الله في كل مكان، أو أن الله ليس له مكان كما يقول الأشاعرة، أو أنك ترصد. ما العمل في هذا؟ هذا يحتاج إلى وقفة من المسؤولين. لا يتحكم أهل الضلال في أهل السنة، لا يتحكم أهل الضلال في أهل السنة بهذه الطريقة. أنت تحضر دكتوراه، إما أنك تزعن لأفكار الدكتور وتصوفاته ومعتقداته، أو ترصد. طب نريد حلا في هذه المسألة. سؤال ثاني لو سمحت يا شيخ. الوقت انتهى، اعتذر لان الوقت تجاوز الوقت بزمن. شكرا.